السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عندي كسكسي بالسمك، طبعا جديدة، يعني بنغير وبنجدد في مطبخنا عشان نعجب حضراتكم. سمك فيليه كسكسي ولوز محمر، قرفة ناعمة وزنجبيل، بودرة زعفران، ملح وفلفل وسمك فيليه، وعندي كوسة وبتنجان، فلفل ألوان وجزر وبسلة. طيب يا يعني النهاردة برضو عندي هنا كركم، وفي حاجات مش مكتوبة بحاول اقولها لحضراتكم، اللي زي التوم مثلا مش مكتوب عندي، لكن الزبدة مش مكتوبة، في حاجات كتيرة انا نسيت اكتبها عشان خاطر ايه الزهايمر اشتغل عندي شوية. طيب هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. عايز اعزي كل اخواتي المسيحيين على المأساة اللي هي وصلت النهاردة او اللي حصلت النهاردة، الانفجار اللي حصل في طنطا. بقول لاخواتي المسيحيين الباقية في حياتكم مش عارف اقول ايه، لكن ربنا يصبر اهلهم ان شاء الله، وربنا يجعله اخر الاحزان ان شاء الله. البصل تقطيع كبيرة، طيب كده هنحط حبة زيت صغيرين، وادي البصل بتاعي، عندي الثوم، صلي على حضرة النبي. طيب كده حط مكعب مرق، سيدنا محمد كرمنا لك لنا بحبك، يا ست رحمة. يا شيخ سلام عليك يا ست رحمة. عليكم السلام. أمور يا فندم. كنت عايزة شوربة الكوارع وعايزة سلطة البرجر. سلطة الايه؟ أشكرك يا بنتي. كده هنطجن كل حاجة كبيرة شوية زي ما انتم شايفين كده، انا عايز قطعة كبيرة يا جماعة عشان ما تسيحش مني. حبيبي يا سيدنا محمد،
كده افضل خليه ياخد الصدمه بتاعته الجميله دي. نشيل دول من هنا، خلي اللوز كده، وادي التوابل بتاعتي كلها على جنب، ادي فلفل الوان، مين يا فندم؟ سليم؟ شيرين؟ الو؟ الو؟ الظاهر معناش حد خالص. شكرا يا فندم. كده ست رحمة. الو، ازيك يا سيد؟ صباح الخير يا فندم. صباح الخير. ازاي حضرتك يا فندم؟ عامل ايه؟ الله يخليك يا بنتي، اموري. إيه لو سمحت، انا كنت عاوز اعرف طريقة، كنت عاوز اعرف طريقة البرجر. البرجر على عيني يا فندم. حاضر حاضر، اشكرك. يا عم احمد. الو، سلام عليك يا عم احمد. عليك السلام، امورني يا حماده. عايز اعرف طريقه البيتزا بالتونه. حاضر يا فندم، بيتزا بالتونه. اشكرك يا ابني، شكرا ليك يا باشا. جيب بسله بعد كده. عندي ادي كركم، جنزبيل بودر، كمون، بودرة زعفران، قرفة ناعمة اهو، ادي ملح، فلفل، وادي مية. عايز كل يغلوا مع بعض، نخش على الكسكسي بتاعي ونشوف هنعمل ايه مع حضراتكم. طيب يبقى كده ادي الغطا بتاعي، ونبدا نشوف هنعمل الكسكسي ازاي. ادي السمنه بتاعتي او الزبده بسيحها. ست سهام سلام عليكم. صباح الخير على احلى شيف. ست سهام صباح الهنا على عيون حضرتك يا فندم. ازيك يا شيف شربيني؟ كل سنه وحضرتك طيبه يا ست الكل. وانت طيب يا شيف شربيني، وربنا يديك الصحه والعافيه. الله يبارك في سعادتك يا رب ويخليك لينا يا فندم. اتفضلي، سؤال حضرتك يا فندم. سؤالي بسلم عليك يا شيف شربيني. يا احلى سلام من حضرتك يا فندم، بشكرك على كلامك الجميل الحلو اللي زي العسل. ربنا يكبر بخاطرك روحي. الله يصلح حالك وربنا يكبر بخاطرك يا ست الكل. اشكرك يا بنتي. كده هنا عندي بتنجان بحطه اخر حاجه على الوش، بعلمه بس كده.
طيب نحط بقى كده اهو هنا. نحط بقى الكسكسي بتاعي. حلو صلاة النبي. طيب استأذنكم واخد فاصل وارجع لكم تاني. ولا غير محطة ولا نروح في اي حتة. رجعنا بعد الفاصل وكده الكسكسي بتاعي اهو سقيته بعد ما بحطه كده على نار هاديه يكمل. ألذ حاجه دلوقتي سمعتها مع عم ابراهيم المخرج بتاعنا الجميل بيقول لي هو انت نسيت تحط السمك انت خبت بدري؟ قلت له يا عم ابراهيم ما حصلش. قال لي ما انت ما حطيتش السمك. ما انا قلت له لو صبر قاطع ما تقول كانت طلعت روح لوحده. اصبر عليا ما تاخدنيش كده قفش. اصبر عليا انا زي والدك وايه. اصبر عليا. طيب ادي السمك بتاعي. طيب فين السكينه؟ ادي السكينه. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. لو جايين كده اهو عاملين كده اهو كده كده اهو كده اهو ماشي يا ابويا. السمك ده طبعا حتة سمك رقيقة لو حطيناها مع الهرس اللي قدامنا ده هيتهري. هو ما نعمل ايه؟ هروح جاي كده اروح عامل ايه؟ اقول بسم الله الرحمن الرحيم اروح واخد الجوز بتاعي. ده اهو اصحى معايا بقى وفوق عشان نشوف احنا بنعمل ايه. دي كده اديله شوية ليمون وبعد كده اروح نازل السمك بتاعي. اهو كده خدت الطعم كله بتاعي. الجنزبيل مع الزعفران مع الكركم مع الثوم مع البصل مع كل العناصر الحلوة الجميلة اللي انا عملتها دي وحطيته كده. ليه؟ مش عايزه يتهري. مش عايزه يتهري ويبوظ لي الدنيا كده اهو. حبيبي يا سيدنا محمد بس كده على الهادي تقريبا الخضار بتاعنا الجميل ده اهو. طيب اروح اعمل ايه بقى؟ ده اقلعه يعني افرفطه كده اهو. يا عم احمد سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم احمد؟
ازاي صحتك عامل ايه؟ في نعمه والله، في نعمه الحمد لله. والله الحمد لله، معلش انا لسه فاتح اشيف وعاجبني الحاجات اللي بتعملها حضرتك دي، انا شايفها مناسبه لمرضى السكر يعني. اه لا دي حلوه جدا والله يا ابني. طيب انا نعم يا فندم، كنت عايز من حضرتك بعض الاكلات للسكر بس. على عيني يا حبيبي، على عيني يا ابني، والف سلامه عليك يا عم. كده طيب اكمل كده، وده خلاص اهو. دايما بنعمل شغل حلو يعجب حضراتكم يا رب. بعد كده عندي شوية اللوز، نحمرهم، حبة زيت. اللهم صل على حضرة النبي. أول وجبة عملناها زي الفل، حمرناها بس ده كده. وقول بقى بعد كده عندي حاجات تانية نعملها مع حضراتكم. طيب منا، الو الو، الهوكات الكبيرة يا جماعة، يا منا. طيب يا حبيبي، يا عم عمر. يا شيخ صباح الخير عليك يا عم عمر. ازيك يا شيخ، وحشني. ازيك يا جميل، صباح الهنا على عيونك يا ابني. ازيك عامل ايه يا شيخ؟ امورني يا قمر. لو سمحت عايز اعمل طريقه المكرونه بالنجرسكو. مكرونه نجرسكو؟ على عيني يا ابني على عيني. يلا يا نسا القعده في الكنترول، هات الحاجات اللي الطلب دي لو سمحتي. انت يا ست القعده متنيه ثلاث تنيات. عايز انا بشتغل ميكانيكي دلوقتي. معاكش مفك البلدوش والدواسه ومفتاح 14 بالمره عشان حدايا بربط الصينيه الطاسه. ايه في ايه ولا غلط؟ ولا انتوا فرحين بالطريقه بس؟ يا عم احمد سلام عليكم. عم الاستاذ احمد، عم احمد. نعم يا فندم. طيب يا فندم كده هنا، صلى على حضرة النبي، كله بقى زي الفل. طيب قبل ما اخش في الطبقه الثانيه، اغرف الطبقه الاولاني عشان ساعات الجماعه المخرجين بتوعنا دول بيتهموني ان انت ما بتعرفش تشتغل وبتهدر في الشغل، واولهم ابراهيم عز. هنعمل ايه دلوقتي؟ عايز اعمل حاجه تعجب حضراتكم. ده كسكسي يا ست سناء. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ست سناء. ازيك يا شيخ شربين؟ في نعمة يا بنتي، وأمريني يا حبيبتي. الأمر لله يا شيخ، عندي بنت عايزة تكلمك يا شيخ شربين. ربنا يحفظها لك ويخليها لك، اديها لي يا حبيبتي. الو الو الو. ايوه يا شيخ شربيني. انت اسمك ايه؟ انت اسمك ايه؟ انا بعمل زيك، انا بطبخ نور. يعني انت اسمك شيف؟
قولي لي اسمك ايه؟ انا شيف نور. ايه؟ انا شيف نور. ما لا انت كده مش سامعك. انا نور. ازيك يا شيف نور؟ اخبارك ايه يا شيف نور؟ كويسه الحمد لله. ايه طبخه ايه النهارده يا نور؟ كويسه. طبخه ايه النهارده؟ مكرونه. المكرونه؟ الله 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 الله، تعدي عليا بقى. طب انا كنت هطبخ مكرونه النهارده، طالما انت عملتها انا مش هعملها بقى عشان ما نقطعش على بعض. صباح الفل عليك يا بنتي. كده. وسلامتك من مين يا فندم؟ يا ست ندى. ست ندى؟ الو. السلام عليكم يا ست ندى. وعليكم السلام. ازي حضرتك يا ندى؟ ازيك يا شيخ؟ اموريني يا ست ندى. انا بحبك يا شيخ. صباح الفل على عيون حضرتك يا بنتي. اموريني يا ندى. ندى يا ندى. شكرا ندى. كده كده. قوم بقى ايه؟ اروح جايب الصحن ده اهو كده ونفض فيه ده. يا شهد. الو شهد. ايه صباح الفل يا شهد. الحمد لله. وامور يا شهد. عاوزه طريقه في البشاميل. الايه؟ البشاميلا. البشاميلا على عيني يا روح قلبي. حاضر من عيني يا ست العرايس. يبقى يا عمي ابراهيم كده عملنا طبق الكسكسي ده. يا ست شيرين. ست شيرين. الو 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 الو. شيف شرديني معاك يا شيف. معاك يا شيرين. لوكا ابني بيحب حضرتك قوي وعايز يكلمك. على عيني يا فندم. على عيني ربنا يحفظه لك يا بنتي. الو ازيك. ازيك. انت اسمك ايه؟ ازيك. انا هاجي عندك. انت ايه؟ انا هاجي عندك. هتيجي عندي؟ انا بحبك. انا بحبك وانا بموت فيك يا حبيب قلبي وانا مستنيك. هتيجي تطبخ؟ هتيجي تطبخ معايا؟ مش زي بتاعتك. انا دايس الوجب. هتطبخ مع هتيجي تطبخ معايا ايه؟ انا دايس انا دايس بربك. قول له عايز اعمل معاك فيه. قول له عايز اعمل معاك فيه. انا عايز تيجي تعمل معايا شيف معايا؟ طب انا مستنيك يا عم. انا بس اقعد غطى عليا. صباح الفل عليك يا ابني. صباح الهنا. طيب استاذنكم واخد فاصل وارجع لكم تاني. اول غير محطه واطرف يعني. رجعنا بعد الفصل النهارده حضراتكم عندي عدس اباظي. العدس الاباظي انا زمان كنت بعمله بطريقه سهله جدا. عدس عادي انا بعمله زي ما انا بعمل اي عدس، بيكون تخين شويه وبعد كده بفصله نصين، بحط اجيب صدور الفراخ بخليها وبقطعها وبفرمها بحطها في النص او صدور الفراخ سليمه وبروح حاطط في بقيه العدس واديله شويه كريمه لبانية او شويه قشطه وادخله الفرن. فراحت واحده طالعه لي على الهواء قالت لي استوب اوعى تكتر. ايه يا ستي؟ قالت لي انا من عيله الاباظاي. يعني ايه يا فندم؟ قالت لي العدس ده بتاعنا احنا وانا اللي اقول لك تعمل ايه. قلت لها تحطها قبل ساعتها.
حكيت لك عن قصة العدس اللي انا عامله هو لكن الحشو بتاعه اختلف تماما عن ما انا بعمله. من ساعتها وانا بمشي ورا كلامها عشان ما تجاوزش حدودي وحد يزعل مني. وطبعا الاباظيه دول من حدانا من بلدنا الشرقيه ومش عايز ازعل الشرقوه بلدياتي، بعمل اللي هم يقولوا عليه. عندي البصل وادي الجزر وادي التوم نصين نص كده ونص هحتاجه تاني اهو، بحطه زي ما هو كده سليم. ادي الكمون، شويه كزبره ناشفه. عندي الطماطم بس بقشرها واحطها، وادي البطاطس اهي. فبعمل زي ما الست قالت عشان محدش يزعل مني ويقول ان الشربيني بيعمل عكس ما احنا عايزين كده. ادي البطاطس بتاعتي اهو، هي بطاطسيه كبيره، طماطمايه كبيره، بصلايه كبيره. وبعد كده ادي الطماطمايه بنزع بس حمام. ست حنان، الو، سلام عليكم يا ست حنان. الحمد لله. وامور يا فندم كده بقشر طماطمايه اهي. اتفضلي سامعك يا فندم. عايز طريقة مكرونه البشاميل. مكرونه البشاميل حاضر يا رضوى. حد من الكنترول يا جماعه كلمني. يلا الاوردرات اللي بتيجي تتكتب على الشاشه. يلا يا باشا. شكرا. نعم يا باشا. لازم المها. ماشي كده. ادي الطماطم بتاعتي، بشيل القشره دي مش محبوبه في الشرب اهي، وسهل ان اشيلها. يبقى بشيل القشره بتاعتي اهي. المفروض بنعمل لها حمام بخار لكن عشان ما نزعلكوش اهو كده. دي الطماطم بتاعتي اهي. ست ام احمد سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك؟ أيوة. يا ست ام احمد. ايوه يا شيف. ازيك يا ام احمد؟ ايوه يا شيف، عامل ايه؟ انا الحمد لله في نعمه. كل سنه وانت طيب. بعود الايام يا بنتي. سؤال حضرتك. ايوه حضرتك، انا بشكرك بس على اكلات اللي انت حضرتك. صباح الهنا على عيون حضرتك يا بنتي، اشكرك على اتصالك وعلى متابعتك الجميله. طيب كده هنا يبقى انا حطيت كل حاجه زي ما انتم شفتوا. الكمون وادي الملح وادي الفلفل الاسود كده اهو. بس انا كده اطمئنيت ان العدس بتاعي ماشي في طريقه الصحيح. اروح جاي عامل ايه بقى تاني؟ مغطي كده اهو، وسحب دي من على النار بالطماطمتين اللي فيها اللي هنقشرهم اهي. ونصلي على حضرة النبي اهم حاجة كده. ورمي عز ادي اول حاجة اتطلبت عندنا النجرسكو يا جماعة. اول حاجة اتطلبت على الهوا النجرسكو. يلا بقى عشان نشتغل ونعمل الخلطة بتاعت. وادي البيتزا على الهواء، نكتب كلنا مع بعض بقى يا جماعه. طيب نصلي على الحبيب. يبقى هنا ادي الفراخ بتاعتي، ونجيب البصلايه مع فص الثوم اللي حدانا اهي زي ما تقلي. ادي فص الثوم، ادي البصلايه كده اهو. والمكرونه البشاميل على الهواء قدام حضراتكم. نعم يا فندم. تصب لي باي حاجه. ماشي. طب كده هنا جزرتين. حبيبي يا سيدنا محمد. نجيب بقى الطاسه بتاعتي على النار اهي، وابدا
اشتغل نحط حبة زيت او سمنة حسب الرغبة. ادي الثوم مع البصل والجزر، وهدعمهم دلوقتي بحبة كزبرة خضرة كده. ادي المكعب المرق معاهم، دي الفراخ بتاعتي، صدور الفراخ نية اهي. نشيل بس الحاجة دي من هنا عشان ايه المخرج كل شوية بيزعق لي، كل شوية يزعق لي. نقطعها صغير يا ست نجلاء. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ست نجلاء. وعليكم السلام ست نجلاء. أنا عليكم السلام. وعلي هاي أموري ست نجلاء. عايز أعرف اسمك بالصلصة مين؟ أنت حضرتك لسه نايمة ولا لسه قايمة من النوم؟ على عيني يا ست الكل. سهمك بالصلصة هدي حاجة أول مرة أسمعها. على عيني يا ست العرايس، هاتلها سمك صيادية يا ستي. من عيني يا ست نجلاء. أشكرك يا ست نجلاء. كده أهو. كده أشيل بقى دول من هنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كده شوية الخضرة بتاعتي يا أستاذ أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا عم الحاج أحمد. ازيك يا حضرتك؟ ازيك حضرتك عامل ايه؟ في نعمة يا ابني والله. انت اخبار حضرتك عامل ايه؟ تمام الحمد لله. نحمد الله. الحمد لله يا اخي. شوف ايه اللي كنت عايز طريقة الزبادي بعدين. نعم يا فندم. طريقة الزبادي بعدين. عامل ايه يا فندم؟ طريقة الزبادي. طريقة الزبادي. الزبادي؟ طريقة الزبادي. حاضر يا فندم خدامك. اشكرك يا ابني. فلفل حراق. الزبادي يا جماعة بتاخدش بسمت يا ست بسمت. عايز طريقة فطيرة البيتزا. حاضر يا فندم. البيتزا جاوب على البيتزا. جات لنا سؤال قبل كده وانت نسيت تكتبه يا استاذ ببيت الربع جنيه. يا عم انت يا مخرج ننزلها تاني يا اخي، احنا تحت امرهم. معلش حقك عليا انا غلطان، دول اهلنا يا عم وهم اللي باكلونا عيش الناس دي. نقول لهم حاضر ونعم مفيش عندنا اكتر من كده، ولا نملك نقول اكتر من كده. كده اهو شفت بقى الدنيا اتغيرت ازاي يا عمي. ادي الشبت الكزبره قصدي والفلفل الحراق، والله زي ما قالت لي اهو. شويه طماطم بوريه، هجيب الطماطم الفريش بتاعتي بقى. مين يا فندم؟ يا عم احمد. الو عم احمد ازيك؟ الحمد لله. امر يا قمر. بس انا عاوز اضرب. بحبك يا عم. صباح الفل يا ابني. امرني حماده. اشكرك يا حماده. كده هنا ده الحشو بتاعي يا جماعه.
اللي اتقال لي بالحرف الواحد اهو. طيب كده احنا هنا اهو، نخش بقى على سبرينج رولز بتاعنا نستوى. بس استنى لما يخلص معايا وياخد وقته العدس، لان كل حاجه ليها تايمر وتايم عندي. ادي الكريمه اللبانه بتاعته على جنب، ادي الغطا. اخش على فطيره الربيع سبرينج رول دي كده اهو اهي. يلا نشوف مقاديرنا. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب اخد فاصل وارجع لكم تاني، ولا نغير المحطه ولا نروح في اي حته. رجعنا بعد الفاصل وعندي فطاير الربيع عملناها اهي. طبعا ده لحمه فراخ مفرومه، ثوم وبصل وزنجبيل. نشوف مقاديرنا مع بعض عشان طبعا ادي حبه زيت سمسم اهم. يبقى عندي سبرينج روز بالفراخ، حطيت هنا البصل والثوم مع الفراخ، وبعد كده حطيت عليهم الصويا صوص والاوستر صوص وزيت السمسم، وعندي جنزبيل وعندي جزر وعندي كرات كرومبي سوري، وعندي زيت السمسم طبعا، فلفل الوان، صويا صوص، اوستر صوص، ملح وفلفل وزيت، وعندي العجينه بتاعه السبرينج رولز كله زي ما انتم شايفين كده بيتعمل اهو، بيبقى كريسبي. يعني كريسبي ايه؟ يعني الا دند، يعني السوا بتاعه يا دوبك بس يدبل. عشان ابدا الفه دلوقتي قدام حضراتكم بحط شويه ميه بعجينه بدقيق يعني قدامي اهو، وعشان اشتغل بسرعه والف وبسرعه كده. هنا عندي البلانشه بتاعتي اهي، وادي العجينه بتاعتي. نشيل ده خلاص ده من هنا، ابص على كده. يلا صلاه على النبي اهو، قرب يجيب على ملف كام واحده بالسبرينج يطلع معايا زي الفل. اوطي النار عليه شويه وابدا الف كده. ده الفراخ مع كل حاجه قدام حضراتكم اهو. بقول بسم الله الرحمن الرحيم وروح جاي كده اهو، جايب اهو، نخلي دي كده جنبي. ويلا اهو، لازم اللفه بتاعتي تبقى مظبوطه. وادي العجينه اللي انا ايه هعمل بيها كده اهي، تاني قدام حضراتكم اهي. نصلي على الحبيب يا عمي اهو. زيت السمسم مخلي طعمها جميل جدا ومخلي لها رونق وبريق كده. كده اضرب بقى العدس بتاعي عشان خاطر ادخله الفرن ياخد دقيقتين. وادي المضرب بتاعي، كل حاجه عندي ليها تايم اهو. افصل النار، نشيل الغطا. بسم الله الرحمن الرحيم.
حبيبي يا سيدنا محمد. واخد الملح بتاعته والكمون والثوم وكل التوابل بتاعته. صلى على النبي. باركس بتاعي. دي الحاجات الجميلة دي اهي زي ما اتقال لي، هو زي الكتاب ما قال اهو. حبيبي يا سيدنا محمد، قوم بقى ايه؟ اروح جاي كده اهو، جايب الكريمه اللباني بتاعتي اهي اهو، وعم رموني ركز معايا في الفرن لان هياخد لدعه بسيطه ويطلع اهو. صلي على حضره النبي. وادي كمان شويه كريمه. اهو افتح الفرن. نكمل السبرينج رولز كده. انا خلصت. وعينك يا استاذ جمال وانت واقف على الفرن، وما تسيبش ايه الفرن لحظه اهو كده. اديني بس عم ابراهيم، اديني 3 دقايق تاني زياده عن حقي عشان اطلع لك السبرينج رولز. ما تقفل يا ابني انت الايربيس اللي عندك يا ابني. طيب يلا هزر، اديني 3 دقايق زياده. لا ايه؟ اوعى، ده انا اخوك، ده انا ابوك. يعني ايه 10 حبات سبرينج لوز مش اكتر من كده؟ يعني انت تعمل معايا واجب تلف معايا موتور؟ اللهم صل على حضره النبي. فرن يا استاذ. Thank you.
كده اخر اتنين اهم عشان بس ايه المخرج ما يقلقش معايا. انا خلصت عليهم خلاص، محدش ليه حاجه عندي اللي يقول لي انا جاملتك وسبت لك حاجه ولا محتاجه كده، كله فل الفل. بس انا عايز اعزم الاستوديو النهارده على حبه العدس الفايدين دول، كل واحد يجيب بس تحت باطه رغيفين وهو داخل. ابص بقى على الفرن بتاعي. نعم حبيبي، الله اكبر. اخد فاصل يا عم عباس، فاصل وارجع لكم تاني ولا نغير المحطة ولا نروح في اي حتة. كده ده السبرينج روز بتاعي، دايما بتقدم معه شوية سويا صوص اهو. والعدس طلع خد اللون الجميل بتاعه. نعم يا فندم. معرفش انت اللي قلت تطلع فاصل، معرفش ايه الكلام ده، ده ايه ده، معقوله؟ طيب كده هنا انت بس بتكبر بخاطر عشان ما تقولش ان انت وقعتني. كده فطائر الربيع، وعندي العدس الاباظي، وعندي الكسكسي بطريقه جديده بالسمك. حطينا الكسكسي هنا، وبعد كده حطينا الصوص بتاعه كده عشان ما ناكل ونروح عاملين كده اهو. والله العظيم حلو. انا كنت مفكره مش حلو، لكن ربنا خايب ظني وطلع حلو. بشكر عم ابراهيم تومان، اشكر عم ابراهيم عز اللي عمل لي واجب من النهارده واداني مساحه عشان اغطي نفسي. بشكر كل زمايلي اللي في الاستوديو، نشوفكم بكره ان شاء الله خير. السلام عليكم.